الموضوع أخذ أكثر من حقه، لأن داخل القائمة ذكرت اسما واحدا وغيرهم كثيرون وينتمون إلى المجتمع بكل تشكيلاته السياسية والفكرية. الحاصل هو أن الجزائر التي مرت على مرحلة الإرهاب وعاشت جوء من التململ في تسيير الإدارة جعلت بعض أملاك الوقفية تضيع من حاضرة الدولة، والدولة لها أجهزتها وأساس العدالة لاسترجاع هذه الأملاك، وسوف يقدم كل حجته وصاحب الحق يأخذ حقه. إذا استرجعنا هذه الأملاك الوقفية فإما أن يكون ريعها راجعا للفقراء والمحتاجين، أو تكون سكنا للإمام، لأن نريد لإمامنا أن يؤذن لنا الصبح وأن يؤمنا في العشاء، وأن لا يضطر إلى الغياب عن هاتين الصلاتين بسبب بعد سكنه عن مكان يعمل.